حملة شبابنا مستمرة من 8 سنوات بمبادرة ساعد غيرك لتوزيع الملازم الدراسية. طبعا هذه المبادرة هي مبادرة تطوعية بحت. كل هاي الملازم اللي يشوفوها هي جمعناها من الطلاب اللي نجحوا من السادس من خلال دراجاتنا ومن خلال الأماكن البسيطة في كل أماكن حتى نجمع هاي الملازم وبالتالي نعطيها لإخواننا اللي نجحوا للسادس إعدادي. اليوم السادس إعدادي حتى تشتري ملازم أنت تحتاج إلى 200-300 ألف، فأكو عوائل فقيرة ما تقدر توفر هذا الشيء، فجينا احنا بمبادرتنا التطوعية حتى نقدر نوفرهم هاي الملازم الدراسية. سنويا الحمد لله احنا نوزع أكثر من 60 ألف ملزمة في عموم المحافظات العراقية بمبادرة أخوية للطلاب اللي ناجحين للسادس، والحمد لله الكثير منهم بعد حصوله على هاي الملازم يحققون معدلات ودرجات عالية. هاي السنة تقريبا حاليا يعني عندنا نوزعها في 3 محافظات أكثر من 20 ألف ملزمة، يعني فقط في محافظة كربلاء عندنا آلاف من الملازم اللي قدرنا نجمعها على مدار أسابيع وأشهر حتى نقدر نسوي هذا التجمع ونمنحها للآخرين. احنا اللي موجود عندنا هو ملازم دراسية باعتبار الكتب هي غير متوفرة، المفروض المدارس توفرها، فاحنا مختصين بالملازم الدراسية لأن هاي المرحلة هي الملازم أهم من الكتب فيها. عندي بعد 3 جهال، يعني عندي بالابتدائيه وبالمتوسطه، يعني اكو بالمتوسطه ما عندهم كتب، اكو بيهن ماكو كتب. هسه يعني مين نجيب احنا نشتري؟ انا ما اقدر اشتري الصراحه، يعني هم رحم الله والديهم وفرولنا عاد مال السادس نقدر هاي الملازم، ومشكورين وما قصروا. خرف الله على ذول اخوتنا هنا شباب، حملة الشباب ساعدونا وعطونا ملازم، جزاهم الله اللي بخير الجزاء، الله شاهد تعبه بتنظيم الكتب الملازم، رحم الله والديهم جزاهم الله اللي بخير. لحد الان الله شاهد كتاب واحد ما اعطانا، الله شاهد عليه كتاب واحد ما اعطانا، هاي الاسلاميه ما اعطانا اياها، الله وكيله، احنا الناشد التربيه، عسى ولين توفر لنا كتب. شفنا على مواقع التواصل حملة شبابنا لطلاب الصف السادس توزيع لهم الكتب والملازم الدراسية حتى يكملون المنهج، ونشكر جهودكم بذلتوها ويانا. نشكر حملة شبابنا على هاي المبادرة الرائعة والجميلة التي ساعدت طلاب السادس الإعدادي في توفير الكتب، لأن الحكومة عجزت عن توفير الكتب صراحة، فقاعد بالمدارس يعطونا تحاضير ويعطونا دروس وكذا، فنحن لم نستطيع أو أغلب الشباب لم يستطيعوا في توفير فلوس أو مصاريف الدراسة، فنشكر حملة شبابنا على هاي المبادرة الرائعة والجميلة.